لوك ميجو سبوبه كم سبوبه ستين. الله يشكرك ما تعمل حاجه. ايه وحشتك للدرجه دي؟ اكيد لا. ما يعني بعت لي الموز ده يعني. والكباتن برضه جايبين على هنا ليه بقى ان شاء الله؟ كرمال عمر. مال عمر؟ بدي اشوفه. هو مين فينا اللي سكر؟ انا عن نفسي لسه جاي يعني لسه ما شربتش حاجه. انت شكلك بقى ال وين وين؟ شو جنيت انت؟ طبعا لازم اتجنن. لما تقول لي عايز اشوف عمر لازم اتجنن. ليه؟ عشان على مشلومه قابلني بيه كنت انا استويت. انت شيء وعمر شيء. يعني ايه؟ بتروح على غرفته بالاوتيل بتقول له انه مدير عام الوكاله بده يشوفك. خبط لازق كده؟ نتقابل الساعة 1 بمطعم نيراتشي. طب وسبوبة اللي جاي ده؟ أعمل فيه إيه؟ أردفه. أنتفله؟ أردفه. يعني إيه يعني؟ يعني أحطه في أي مكان. يعني وزعه. آه وزعه يعني. لحد إمتى بقى؟ لحد ما أقول لك. شو بك؟ مستغربك. ليه؟ قلعتني وبهدلتني عشان ما سمعتش كلامك وخلصت على سبوبة، ودلوقتي جاي تقول لي وزعه. كملوا بقرف اشرب ورعدة. يا عم طب خد بقه طب عشان تجري ورايا. ثانية واحدة. أيوة أنا جاهز يلا بينا. هو أنت قلت لي دقيقتين ولا ساعتين؟ خلصت. يلا معقوله الله الله بيدفي البتاع ده. ها تيجي نبدل. انت بعدك هون؟ كنت عم بخلص مراجعه الملف. برافو. طيب تصبحي على خير. عمر احنا جوا افتكرتي حاجه مهمه جدا نسيت اقول لك. انت مش هتبطل شغل الناس بتاعك ده يا جدع انت؟ مش انت مديني ميعاد يا جدع انت؟ معلش جالي ميعاد فجأة. أنت بتستفزني أكتر على فكرة. مش قادر يعني تقول اللي إداك ميعاد دوت إن عندك ميعاد أهم متفق عليه قبل ما تاخد ميعاده؟ معلش يا سيدي روق بس شوية. في إيه؟ هو إحنا ورانا حد يعني هننقذه من الموت؟ سبوبة جات لي في السريع كده وقضتها وخلاص. خلاص بقى ما تبقاش رزق. نعمة ما فيه أرزق منك. يا جدع أنت رايح فين مش بكلمك؟ يا وحش بقول لك إيه أنا عايزك. خير؟ يا عم استنى عشان سبوبة. إيه في إيه مش فاهمك؟ أنت دلوقتي داخل أوضتك؟ أنا هاجي وراك. ماشي. إزيك يا أبو علي؟ إزيك يا عمر؟ يا جدع انت مش هتبطل شغل العيال ده؟ يا عم في ايه؟ روق شويه. نزل ايدك دي ما تكلمنيش بالظبط. يلا يا عم تعالى. عمر ليلك ها؟ ماشي. كلمتين مع عمر ورجاء لك. بقول لك ايه؟ انت مالك قلب سبوبه كده؟ هو في ايه اللي حصل؟ سيبك منه خالص. خلينا بقى في المهم. ايه؟ الراجل مدير عامل وكاله عايز يشوفك بكره. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا مش عارف بس سليمان كلمني وقال لي انه عايز يشوفك بكره. انت اشتاق معايا ولا ايه؟ اه اكيد انا اللي هوصلك. هنقابله في الوكاله؟ لا في مطعم. عازمنا على الغدا. الله اعلم هنعرف بكره. المهم انا هروح اشوف المتلقح عندي في الاوضه ده. سلام. ماشي. ايه يا عم المهم؟ عمال بتزن ان امبارح. خير في ايه؟ عاوزني سؤال وخمره. انت عايز فاكر نفسك جاي عندي ابليس ولا ايه؟
وعاوز فلوس. طب ومش عايز كمان تشوف ابوك الله يرحمه بالمره؟ لا انا بتكلم بجد. فين يا سبوبه الجد اللي بتتكلم فيه؟ مالك فيه ايه؟ انا بس عايز افكرك بموضوع الدمنهوري. الدمنهوري؟ ولا انت فاكر موضوع الصور اللي انت رجعتها لي ده ايه التاني؟ طب والفلوس اللي انت خدتها يا سبوبه؟ حقي عشان اشتغلت بيهم. طب ما تشتغل تاني وتاخد فلوس تاني. طب وانا اشتغل ليه؟ ما دام اقدر اخد فلوس واخد نسوان وخمره وانا حاطط رجل على رجل. يا عم بالراحه على نفسك، خاف على صحتك، لا نقرا عليك الفاتحه قريب. ولا الضالين آمين. ألف مبروك يا حبيب خاله. الله يبارك فيك يا خالي. بسم الله ما شاء الله، العروسة هي زي القمر وباين عليها حسب ونسب وحاجات كده. ما كملناش خمس دقايق عندهم وقروا الفاتحة، شكلهم كده ما صدقوا يخلصوا منها. خير؟ في حاجة يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي، ده أنا بس كنت بقول لفاطمة زغرت، أصل أنا ما بعرفش زغرت، ما زغرتي يا فاطمة. مبروك يا لبنى، ألف ألف مبروك يا حبيبتي. خلاص بقى، أنا من النهاردة بقى ليا أخت تانية. نفس الشعور يا فاطمة والله. ميرسي. ما شاء الله، عروسة ما شاء الله، أدب وأخلاق وجمال وتربية. لا وإيه؟ من بيت أصول كمان. الله يكرمك. نيجي للمهم بقى يا عمي، طلباتك إيه؟ أنا يا ابني ماليش طلبات. ده تعبير مجازي ولا حقيقة مطلقة؟ إحنا بنشتري راجل. أهو. وأنا بقى هحطها في عينيا الاتنين. خلاص يبقى خير البر عاجله. مش قلت لك عايزين يخلصوا منها؟ ما زغرتي يا فاطمه، في ايه؟ ربنا يا ابني يجعلها ادم السعد والخير عليك وعلينا. ربك والحق يا كامل، عمها ومراته دول ما يتبلعوش. بس البت غلبانه، حرام نظلمها وناخدها في الرجلين. بالعكس بقى، أنا شايف إن هما ناس في منتهى السهولة. دول كانوا عايزين يدونا البت في إيدينا وإحنا نازلين. يا سلام، طب ما إحنا عملنا كده مع فاطمة لما اتقرت فتحتها. يا حبيب خاله، ده متعب مش ذنب. سيبك من ده كله، المهم أنت مبسوط. مبسوط؟ أنا كنت هبقى مبسوط أكتر يا خال لو أخويا الوحيد كان معايا، بدل ما يسافر بره يتصرمح ويسيبني في يوم زي ده. ما تتقي الله في أخوك يا أخي، الراجل مسافر يأمن مستقبله ومستقبل ابنه، مش مسافر يتصرمح. أيوه يا أختي، دافع عنه عمياني. حمى في عينك. احترمي نفسك يا بت. ده رأيي يا ابني. هو انت حتى في يوم الفرح مش عايزنا نفرح؟ حرام عليك، عايز تفضل منكد علينا على طول كده؟ طبعا، وانا بقيت مسؤول النكد في البيت ده. يا عالم حرام عليكم، كفايه افترا بقى. انتوا ايه؟ هتحرموا عليا افتح بوقي حتى في غيابه؟ لا، ده انت عيارك فلت على الاخر، وانا مش هقدر استحملك اكتر من كده. انا داخله انام بدل ما تنقذني. بعد الشر عليك يا ماما. يا ساتر. تمام ماشي. ايوه اهربي اهربي زي عادتك. ممكن تسيبك منها وتكلمني انا هنا؟ والله لو ما احترمت نفسك انت حر.